الشخصيه للمستوى الفرنسي عن طريق ان احنا بنعمل بعض التحورات الموجوده في بعض الجينات الخاصه بيه اللي بتحوله من فيروس برضاري او شديد الضراوه الى فيروس بيرتون، وبالتالي ده نقدر نستخدمه في الفاكسين. دخلنا دورات تدريبيه في اماكن كثيره منها المعامل الوضعيه في اليابان وفي الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هي التقنيه دي حديثه، تعتبر من التقنيات الحديثه ومعقده الى حد ما. فكون ان احنا سافرنا بره قدرنا ان احنا نتغلب على بعض العقبات اللي احنا واجهناها هنا في الاول، لان احنا في البدايه اشتغلنا مع نفسنا يعني الاول خالص. بعد كده لما ظهرت بعض العقبات دي قدرنا نتغلب عليها بالسفر بره وعرفنا المشاكل. بعد ما خلصت الدراسة سافرت الصين، كان في مشروع مذاكرة تفاهم ما بين المعهد وما معهد الغرب في الصين، عملنا من خلاله فاكسين برضه للإنفلونزا دي ايه فاكسين، وكان أثبت كفاءة. وبعد كده وخدت تريننج برضه على الريفرس جينيتك، ولما رجعت استكملنا بقى الشغل بتاع الريفرس جينيتك. شغل الريفرس جينيتك احنا الأول هو الهدف منه إن احنا بنحول السلالة بتاعت الإنفلونزا اللي هي الممرضة إلى سلالة غير ممرضة. احنا بناخد الجين اللي هو المسؤول عن الباثوجينيستي بتاعت الفيروس، بنشيل منه الجزء المسؤول عن ان الفيروس ده يبقى غير باثوجين، بنشيل الجزء دوت وبنرجع بعد كده بنحط الجينز على بلازمات مختلفة وبنرجع نحقنها على الخلايا، فبيطلع لنا فيروس كامل بس من غير الجزء من غير الجزء ده. معهد غرب في الصين ده أكبر معهد بينتج لقاحات في الصين. هو التيم هنا شغال على موضوع تطوير اللقاحات جنس الهيدي انفلونزا باستخدام تقنيات حديثه، عشان نقدر نعتمد على الفيروس اللي سيركوليتد او موجود في البلد عندنا هنا في مصر. فبالتالي كان الهدف ان احنا ازاي نستخدم الفيروس بتاعنا ونطلع منه فيروس غير مضر للطيور، وفي نفس الوقت قادر على انتاج مناعه قادره على صد الاصابه بالفيروسات الموجوده عندنا هنا في البلد. طيب ده عملناه ازاي؟ ده عن طريق تعاون ما بين المعهد هنا والمعاهد العالميه المعطيه، يعني اللي عندهم سطه في الموضوع ده، والحمد لله نجحنا في الموضوع ان احنا نخلي فيروس مصري، وهي دي النقطه المهمه، قادر على صد العدوى بالفيروسات المصريه، ولكن هذا الفيروس نفسه غير قادر على عمل المرض. بس ده احنا الموضوع ده كله جيناتكس، ان احنا بنحول المرض او السلاله شديده الضراوه الى سلاله غير ضراريه، وبعد كده بنبدا نكترها في تيش كلتشر هي العزل النسيجي، وبعد كده بنحضر منه التحصيل اللي بنستخدمه بعد كده في الطيور في المزارع. بالعدد الكبير من خاصه انفلونزا الطيور، واحنا يمكن اكثر المعمل الحكومي الوطني المسؤول عن عمل تحليل جيني لمعظم الفيروسات اللي احنا بنلاقيها في الحقل المصري، فاحنا بيبقى عندنا داتا بيز قويه جدا، ممكن بنعملها اناليسيس بشكل مختلف، بعرف ايه الدومينانت سترينز او ايه هي السترينات المفروض انها يتعمل الفاكسينز اللي بتبقى تدي افكت في الحقن المصري. فطبعا ده المفروض بيت ار جي هي المفروض تبقى عندنا اصلا من زمان، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا المعمل مهم بيه الشغل ده، واحنا اكتر ناس عندها المعلومات اللي تخلينا نختار نعمل سيلكشن سترين الصح اللي يستخدمها في الفاكسين ويدي افكاسي مظبوطه. طبعا احنا احنا من 2009 بتوجيهات استاذه الدكتوره منى محرز بدانا عمل تيمز تسافر تتدرب بره وتحاول تنقل التقنيه من بره لينا هنا في المعهد. واجهنا طبعا بعض الصعوبات وصعوبات كثيره، طبعا 2009 حاولنا وتوقفنا فتره طويله، وبعدين رجعنا سالنا نشاطنا تاني باستبدال كل معظم الحاجات اللي احنا كناها قبل كده استبدلناها، واستخدمنا سيستم جديد لعمل هذه التقنيه. طبعا التيم اللي اشتغل كلمت معاهم كلهم التيم الموجود، تم عمل اللقاح ده وحاولنا اخترنا الدومينانت ستريت الموجوده في 2017 وحولناها من فيروس شديد الضراوه الى فيروس اقل ضراوه، وتم عمل خطوات معينه بقى هي طويله شويه ولكن تم انتهاء منها. في نفس الوقت عملنا ايفالويشن للفاكسين ده برضه في المعمل، وجدنا نتائج فوق 90% نتائج جميله. بس طبعا اتمنى ان احنا كل ويف او كل سيزون هيتم عمل اختيار الدومينانت سترين الموجوده في السيزون ده، وان
يعني التكسير المناسب والملائم يتم لصد ويبقى يدي افكاسي اعلى في الحقل المصري. هو احنا بدانا توجيه الدكتور عبد الناحد في 2009 ان احنا نبدا نحضر لقاحه بكليه الهندسه الروتيه العكسيه. فاتفقنا اللجنه بتاعت الامريكيه مع الدكتور تيف في اللجنه بتاعت الامريكيه في ولايه اوهايو. انا والدكتوره نجلاء رحنا في 2009 اتدربنا شهرين هناك اوهايو ستيت يونيفرستي. اتدربنا هناك انا والدكتوره نجلاء شهرين مع الدكتور تيف هناك وجينا بدانا شغل. طبعا كان في الاول كان السيستم ده مش جديد عندنا. بدانا نظبط السيستم وطلبنا المشخصات وبدأنا نشتغل. وبعد كده بدأت تقابلنا بعض المشاكل. بدأنا نتفق تاني نتدرب. ابتدى الدكتور محمد بقى اليابان وبقى اختار وبدأنا بقى نشتغل بأكتر من سيستم لحد ما إن شاء الله نجحنا إن احنا نحضر اللقاح.